وجات الفرصة ديال كورونا، واخا هو جا قبل كورونا، وبالتالي هما اليوم جميع الظروف ديال نصرة الله موسيقية شرقية تحية نضالية معكم الأستاذ عثمان الرحموني المنسق الجهوي للأساتذة المفروض عليهم التعاقد بجهة الدار البيضاء 16. إذن يأتي هذا الشكل الاحتجاجي كمعتصم جزئي أمام الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين ردا على السرقات التي طالت الأجور ديال الأساتذة المفروض عليهم التعاقد على مدة ما يفوق سنة، يعني أكثر من واحد 13 شهر، والاقتطاعات في حق الأساتذة والسرقات من أجورهم تتعدى ل 1500 درهم من كل أستاذ. الهدف من هذه السرقات هو تنهي الأساتذة على مواصلة درب النضال درب الشهيد القاضي عبد الله حجيلي حتى انتزاع كل المطالب المسطرة، إدماج الأساتذة في أسلاك الوظيفة العمومية وإسقاط مخطط التعاقد. إذا هذه الخطوة اليوم اعتصام جزئي مرفوق كذلك بإضراب جزئي عن الطعام لأعضاء المكسب الجهوي للأساتذة المفروض عليهم التعاقد هنا، إنما هو تعبير منا عن صمودنا وتحدينا لكل التضييقات التي تطالنا، تضييقات السرقة من الأجور، كذلك تضييقات القمع والرفس والتنكيل بالأساتذة، وكذلك اغتيال شهيدنا عبد الله حجيلي وتبرئة الدولة ذمتها من اغتياله، وأن كتخرج علينا بمؤسساتها القضائية على أن الحادثة كانت عبارة عن حادثة وليس فيها فعل جرمي، وبالتالي نحملها المسؤولية، وكل الأشياء موثقة بفيديوهات في تورط الدولة في مقتله، وهذا ما ينسجم طبيعتها الإجرامية على مر التاريخ. إذا نحن كأساتذة مفروض عليهم التعاقد على درب الشهيد لن نحيد في مواصلة دؤوبة وفي استمرار دؤوب حتى إسقاط هذا المخطط وإدماج كافة الأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد. هذا المعتصم هو يعني اختتام تنزيل البرنامج النضالي الوطني على مستوى 4 أيام من الإضراب الذي ابتدأ من 9 فبراير 10 و11 و12 منه، إنما هو استمرار منا في المعركة حتى حسمها بإدماج كافة الأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد وإسقاط هذا المخطط. اليوم الشكل اليوم جاء كإتمام البرنامج النضالي الذي استقرته التنسيقية الوطنية للأساتذة المفروض عليهم التعاقد، والمتمثل في 4 أيام إضراب بدأ بمعركة المؤسسات التي كانت ناجحة، كذلك معركة مسيرة على الأقدام التي تعرضت للقمع على مجموعة التراب الوطني. في هذه المناسبة نندد بالقمع الذي تعرضنا له أمس على مستوى مدينة سيدي بنور، كذلك القمع الذي تعرض له زملائنا على امتداد ربوع الوطن الجريح. كذلك معركة اليوم هو اعتصام جزئي أمام الأكاديميات لمطالبة الوزارة الوصية بفتح هذا الملف وفتح حوار جاد ومسؤول مع الأساتذة المفروض عليهم التعاقد ومحاولة إيجاد إدماج هذه الأساتذة في أسلاك الوظيفة العمومية. وتحية. قبل ما تخرجوا ما تنساوش تابوناو معنا في لاشين يوتيوب وبارطاجيو المحتوى في مواقع التواصل الاجتماعي، وما تنساوش ديروا جيم.